بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. إن شاء الله النهاردة ورشتنا عمل سلسلة نظارة. أنا اخترت النهاردة نعملها من الألوان الشفافة. ده كريستال شفاف، لو تعرفوا إن الحاجات الشفافة طالعة موضة جدا، مكملات الأناقة عموما، اللي منها الاكسسوارات بتاعتنا، الشنط والجزم، طالعة موضة إن انتوا تبقوا لابسين حاجة شفافة بالشكل ده. اخترت كمان إن أنا أكمل بقى وأعمل الحجر بتاعي النهاردة يكون شفاف، لكن هدخل معاه كمان اللون الأبيض طبعا في منتهى الشياكة، سواء كان شفاف أو سواء كان ليه لون. زي ما انتم شايفين كده، دول اللونين أبيض، لكن واحدة منهم شفاف وواحدة منهم بيضة ليها لون. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سلسلة نظارة لازم يبقى عندي الجزء الرابر اللي هو بيتركب في النظارة، كمان مزورة عشان اخد المقاس. انا دايما اعملها من 42 ل 45 على حسب الطول. طبعا الاطوال دي بتبقى راجعة للاوردر اللي احنا بننفذه. المفروض ان احنا لو هنعمل حاجة مقاس عادي هنعمل من 42 ل 45 سنتي. المفروض هنكمل شغلنا بالسلاسل. اخدت 30 سنتي سلاسل، قسمتهم بالشكل ده لان هعمل وحدتين الناحية دي ووحدتين الناحية دي. طبعا الشغل بتاع سلسلة النظارة كله بيبتدي في الجزء اللي هو بعد الجزء الرابر اللي هو بتركب في النظارة. بعد ما بركبه في النظارة، مثلا نظارة كده، باخد الدراع بتاع النظارة، ببقى مركبة الجزء ده كده. الشغل بيبتدي من الجزء ده، هو ده اللي بيبقى فيه الشغل. حابين نعمل المقاس كله او الطول كله بتاع السلسلة بالشغل برضو مفيش مشكلة، لكن عموما الشغل عشان يبقى بسيط وشيك بحاول ان انا اقلل في الشغل على قد ما اقدر. فاحنا هنعمل الجزئين اللي هما يمين وشمال النضارة بالشكل ده، هنعملهم من الاحجار دي وهنكمل بالسلاسل دي. وقسمت السلاسل تقريبا دول 5 سنتي بين كل وحده من الوحدات اللي احنا هنعملها. العده بتاعتنا، العده بتاعت شغل النحاس، لاني هشتغل بالنحاس طبعا كمان، النحاس الملي الواحد ملي. العده اللي هشتغل عليها الزراديه الخشنه والزراديه المبرومه والقصافه، ولازم يبقى معايا واحده تانية من الزراديه الخشنه. هاخد مقاساتي واظبط واقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعالوا نبتدي على طول نشتغل. كده المفروض جهزت تركيب الاحجار بتاعتي مع السلك الواحد ملي. عشان وقت الفيديو هركب معاكم بس واحدة او اتنين. باجي كده على الطرف الزرادية وباخد السلك بتاعي بلفه، وبعدين بسحب تقريبا سنتي وبقص. وبقفل من الناحية التانية وبظبط القفلة بتاعتي، بسحبها لتحت والاتنين لازم يبقى في نفس الاتجاه كده. واحدة تانية كده. انا عملت 12 حجر واتنين لوحدهم، يعني 14 حجر. شوفوا بقى المقاسات، تقريبا كل حجر سنتي مثلا. وبعدين الباقي هنعمله، باقي المقاس بتاعي هيبقى من السلسلة كده. خلاص اللي انا هعمله بقى دلوقتي، هاخد حلقتين او زردتين المقاس المتوسط من الزرد النحاس كده. هاخد اللون ده بالشكل ده كده، هبتدي اركب الشغل بتاعي. هعمل كده. هنا اول حجر ده هيبقى لوحده كده، وبعدين هاخد مسافة الخمسة سنتي اللي انا قصاها
الخيوط كده، ثواني، ده اللي هيتركب في الجزء ده اللي هيتركب في الرابر، سوري، وبعدين هركب في الناحية التانية السلسلة كده. طبعا هشتغل معاكم ناحية كده، وبعدين هنا هحط السلسلة اللي بين الأحجار. بعد كده بالترتيب بقى هاخد أول حجر الشفاف كده، وبعدين اللي بعديه هيبقى الأبيض والشفاف بعدهم. ممكن نحط حلقات بين الحجر والتاني بتبقى مخلية الحجر مرتاح أكتر. عندي هنا حلقات كده بين الحجرين، هاخد حلقة. يبقى هنحط واحد شفاف حجر، يعني شفاف، وبعدين الحجر الأبيض بينهم حلقة. ده بعد الحجر الأولاني اللي أنا حطيته لوحده الأبيض. هقفل، هكرر تاني، وبعدين بعد الوحدة دي تعتبر وحدة على بعض اللي هي الثلاث أحجار، هاخد سلسلة كمان وهكرر الوحدة تاني كده. بالشكل ده المفروض هكرر نفس الوحدة، شفاف حجر كريستالة شفافة وبعدين حلقة. أبيض طبعا الترتيب والحاجات اللي احنا الأحجار وألوانها بترجع لتنظيمكم انتوا واختياراتكم وذوقكم. طبعا بصوا هتبقى بالشكل ده، هي يعني من أبسط الأشكال لسلسلة النظارة. بصراحة من أشياكها، واللون ده لون محايد يتلبس على حاجات كتير قوي، محايد يعني ممكن يتلبس على كل حاجة، ما بيحددش الشغل بتاعي كده. هو أنا عملت، المفروض هركب بقى السلسلة وابتدي. السلسلة دي اللي بتبقى على الرقبة أو بتبقى على منطقة الصدر لما بتنزل النضارة، لما بكون لابسة النضارة بالشكل ده، وعلى الرقبة لما بكون مش لابسة النظارة، يعني مريحاها على الرقبة بالشكل ده. هبتدي اكمل وارجع بقى اوريكم النتيجة. هعمل الناحية التانية نفس الوحدات هنا، هكررها هناك وهنشوف النتيجة في الاخر. بصوا كده خلاص خلصت. انا المفروض على المقاسات اللي كنت قايلها في الاول، كنت اتلخبطت في المقاس وانا بشتغل، عشان برضو تبقوا معايا. زودت 6 سنتي في السلسلة الفاضية لان لقيت الوحدات ادتني اقل من 42 سنتي زي ما انا عايزة. زودت الوحدة دي في النص. بصوا انا قلت لكم هنعمل ايه، هنحط واحدة البيضة وبعدين 3 وبعدين واحدة وبعدين 3. المفروض الواحدة دي انا حطيتها زيادة على اساس ان كان فاضل 10 سنتي، فقسمت ال10 سنتي 5 هنا و5 هنا، زودت واحدة سلسلة
وحدة من السلاسل اللي هي الخمسة سنتي يعني، وكمان معاها حجر في النص عشان بس تبقوا عارفين انا عملت ايه. لكن هي السلسلة كلها ماشية بنفس الشكل اللي احنا قلنا عليه، انا بس زودت عشان ما تتلخبطوش، انا زودت في المقاسات لان كنت حاسبة على الاحجار، عشان قلت لكم اعداد وارقام في الاول، طالما قلت اعداد وارقام فكان لازم ان انا اقول لكم اللي انا عملته. طبعا كان مديني اقل من 40 سنتي، كان فاضل 7 سنتي زيادة ناقصين، زودتهم في السلسلة وزودت كمان الحجر اللي في النص ده، وبقت السلسلة بتاعتي بالشكل ده اهو، قست كده المفروض زي ما احنا متفقين على 40 سنتي، 41 سنتي. بتزودوا بقى او بتقللوا في السلسلة الاخيرة على حسب ما انتوا عايزين، او بتزودوا وحدات لو الحاجات سهلة، الوحدات نفسها سهلة كده منفردة، ممكن تزودوا زي ما انتوا عايزين طبعا بالشكل اللي انتوا عايزينه. ده دي كانت السلسلة بتاعتنا النهاردة، عشان وقت الفيديو ما يطولش. هي اهم حاجة في الفكرة ان انا بس اكدت عليكم فكرة ان احنا بنعمل حاجة ماشية مع الموضة. كنت حابة اعملها باللون الفضي، بس انتوا عارفين مشكلتنا في اللون الفضي، ما ينفعش ان انا اشتغل غير لو في سلاسل الومنيوم ما كانش عندي، فاشتغلتها بالذهبي. طبعا الذهبي بيمشي مع كل حاجة، لكن انا كنت عايزة اعمل بس اختلاف بين الشغل الذهبي والفضي زي ما انتوا شايفين كده. دي كانت السلسلة بتاعتنا النهاردة، يا رب تكون الفكرة عجبتكم وشكلها عجبكم بالشكل ده كده. متشكرة قوي لمتابعتكم، ما تنسونيش من دعواتكم، يا ريت لايك الفيديو وشير للفيديو والقناة. متشكرة قوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، ما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.